هل طلب التزكيات من المشايخ من طلب الإمارة؟ وهل إذا كان الإنسان بحاجة لها لإكمال دراسته يكون هذا من طلب الإمارة؟ لا، هذا من التعاون على البر والتقوى. إذا كان يأخذ تزكية لأجل أن يطلب العلم فهذا من التعاون على البر والتقوى، أو يأخذ تزكية من أجل مساعدته على دين تحملها وغرامة تحملها لأجل وهو لا يقدر على التسديد، فيكتب معها أحد الوجهاء أو أحد العلماء أنه صادق وأنه مستحق، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان يكتب معه أنه يستحق الوظيفة أو يستحق الولاية وهو لا يدري عنه، هذا لا يجوز أنه يزكيه وما يدري عنه هل يحمل الوظيفة أو ما يحملها، أو عنده مؤهلات أو ما عنده مؤهلات، وإنما هو من باب الفزعة، هذا لا يجوز. نعم.